السلام في قلب الإنجيل المسيحي. نحن نعيش في عالم متصدع تحطمت فيه العلاقات بين الشعوب. في المسيح جاء الله ليحل السلام، ليس فقط على الصعيد الروحي عبر غفران الخطايا، بل إنما ليعيد بناء العلاقات المهمشة بيئياً صحياً واجتماعياً. انطلاقاً من ذلك تبرز أهمية موسم الخليقة لعام 2021 ليجيب على سلسلة تساؤلات، منها ما هي البيئة الملائمة والتنوع الذي يجب حمايته للحفاظ على صحة هذا الموطن، وما هي الخلائق التي يجب أن تعاد إلى موطنها الأصلي. الخليقة هذا شيء رائع، خاصة الاهتمام بالبيئة، الاهتمام بالأرض، الاهتمام بالطبيعة، هذا شيء رائع جدا، لأن من خيرات هذه البيئة، من خيرات هذه الطبيعة، من خيرات هذه الأرض يعيش الكون، الحيوان والإنسان والنبات. لهذا يجب أن نهتم بالبيئة اهتمامنا بأشياء عزيزة ومهمة في حياتنا. كلنا بنعرف وضع العالم اليوم قديش الناس بحاجة لتوعي لقصة الخليقة، أنه نحن مجتمع 5 ملايين ما قادرين نحن ندير نفاياتنا. تخيلي بالمجتمعات فيها مليارات قديش عم ينجو يوميا من النفايات البلاستيكية والنايلون واللي منا بايوديجريدبل، التي لا تهضمها الطبيعة وعم تنكب الطبيعة. من عدا النووي اللي بيتغير كل 75 سنة، مفاعلات نووية اللي بتنتج كهرباء تغير المادة الأورانيوم اللي فيها بكون تخصب وخلص. تخيل كمية النفايات، من عدا شو عم ينتج يومية بالمصانع، من مصانع السيارات إلى مصانع الموتورات إلى مصانع الدهان إلى كل المصانع الكيماوية، كمية الفايبر، كمية الدهانات وكمية المواد الكيماوية اللي عم تنتج، أين ستذهب هذه المواد؟ الكرة الأرضية أصبحت هارمة. مع أنه نحن عندنا مشاكلنا ومع أنه نحن تعبانين، بس نحن كلنا واعيين أنه المشاكل اللي عندنا إياها لما تضاع بإطار البيئة بنعرف شو أصلاً. في البعض منا أكيد له علاقة بالسياسة، بس له كمان علاقة بسوء استعمال الطبيعة. لو نحن اليوم ببيئتنا بمناطقنا كنا مهتمين بالنقل المشترك، مهتمين بالطاقة الشمسية، مهتمين بالمي والموارد المائية اللي عندنا إياها، كثير من المشاكل اللي عندنا إياها بلبنان وبسوريا وبالعراق وبالمنطقة كلها كانت بتكون شوي أقل وقعة. ونحن كمان بالشرق عم نطلع للمستقبل، يعني نحن ما بدنا بس نأمن حالنا لهلأ، بدنا أن أولادنا يشربوا ماء، بدنا أن أولادنا يقدروا كمان يعيشوا بمنطقة نظيفة وسليمة. يا خالق الكل، نشكرك لأنك من فيض محبتك خلقت الكون ليكون ملجأ الجميع، وبحكمتك المقدسة صنعت الأرض لتظهر تنوع الكائنات الحية التي تملأ الأرض والماء والهواء. كل من في الخليقة يمجدك ويعتني الواحد بالآخر من موقعه في هذه الحياة.